اللي عنده صباح مساء وللي عنده مساء، وتصبح على خير للنايمين. من جدو طلال، هاي طلال، جبنا لكم شيء جديد انتو حتجربوه وتعطونا الفيدباك، واي مشاكل قالولنا انه الصيانة عالية. اليوم عم نحكي عن تابلت كيدز 2، بتاخد خط 232، ما حنفوت بالاعماق لانه هي كفالة سنة وحقها $75. اليوم حنروح لمرحلة تانية، فتنا باللابتوبات. عمو طلال نوى يكرمنا ويعطينا لابتوب، بس حسين ما حبه. هيدا اللابتوب بيجي هيك، وهيدا اللابتوب بيفتح 90 درجة، ولا قالك 180 لان لف كله، ولا قالك 360. هيدا تاتش سكرين. الاسعار خلوها تحت الطاولة، وقررنا اليوم نجيب التاك تاب 3. هيدا هو التاك تاب 3، 8128، شارجر اتش دي ام اي تايب سي، ايرفون بروتكشن، وبات الليزر باسم عمو طلال. عمو طلال بكرة هتعرفوا مين هو. وبيجي معه الكار بلوتوث والليفل يو تعيد السكور والسبيكر، يعني هن بيلعبوا ونحن بنتسمع، او نحن بنتسمع وهن بيلعبوا. هون بدنا نقسمها. انتبهوا، حسين ما حبه. شو معنات حسين ما حبه؟ بتلاقونا بعدين. لكن قلنا لابتوبات صارت موجودة، تابلتات صارت موجودة، ومن جدو طلال كمان صاروا موجودين. معلم حنبلش معه ونشوف اذا عنا نقطة غلط، منحط ايدنا دغري على الجرح. يلا.